العالم المجهول، المكان الذي ولدت فيه الحياة على هذا الكوكب. صخور الجرانيت الناتئة من الماء شاهد على ما حدث قبل أكثر من ملياري سنة، عندما استيقظت البراكين وارتجت الأرض. حينها ظهر هذا الجرانيت العملاق كمعجزة بين سهول ومروج وسط أوكرانيا. الصخور المعلقة والنهر الصاخب والغابات، كيف ظهر جزء من الكربات في تشيركاسي؟ أسرار وادي بوكي. لأنه لا أمر غريب لأي مدى يمكن أن تكون المظاهر الطبيعية في أوكرانيا مدهشة، وواحدة من عجائب الجيولوجيا هي الصدع الصخري العملاق والذي لم يظهر في الجنوب، حيث الجبال ليست نادرة، ولا في الغرب في إقليم الكربات. ترتفع صخور الوادي الصخري الجرانيتية في الجزء الأوسط من أوكرانيا على حدود إقليمي تشيركاسي وفينيتسا لتخترق جبل تيكيتشي الصغير. افتتح هذا الموقع مؤخراً للسياح، وهنا في وسط أوكرانيا، وفجأة بين السهوب وحقول عباد الشمس ينكشف هذا الجمال الأخاذ داخل مشهد ريفي مبهر. عند الاقتراب من الوادي تصبح التضاريس تلية، ينكشف من إحدى التلال منظر القرية الخلاب حيث يبدأ وادي بوكوسكي. رغم أن الذكرى التاريخية الأولى لمستوطنة بوكي جاء منذ 500 عام فقط، إلا أن الناس ظهروا هنا قبل ذلك بكثير، وتتحدث عن هذا اكتشافات القطع الأثرية لثقافة تشيرنيانخف وتريبولي. ترك الإقطاعي البولندي بيان ستروس بصمته في تاريخ قرية بوكي، حيث شيد على مرتفعات الوادي الصخري قلعة وحصنها بالتلال الترابية وبسور خشبي، وأعاد تسمية ممتلكاته فحملت اسم ستروسغراد. قريتنا كانت قرية قزاقية بامتياز، انتمت الخلية المحلية فيها إلى فوج أومن، وفي فترة حرب التحرير الوطنية بقيادة بهدان خميلنيتسكي بلغ عدد القزاق في عام 1650 212 فرداً. تبرز الصخور من الماء، واحدة منها متموجة ولها انحناءات، بينما الأخرى تتمتع بسطح منحدر متدرج، أما الثالثة فتشبه صورة شخص جانبية. تذكر الأشكال الغريبة لعمالقة الجرانيت بالسلاسل الجبلية. الوادي الصخري أشبه بصدع ضيق في الكتلة الصخرية، لكن أمراً غير مفهوم يطرح سؤالاً، وهو كيف انتقل جزء من الكربات من غرب أوكرانيا إلى وسطها؟ يؤكد العلماء أن الوادي الصخري تشكل قبل مليارين ونصف مليار سنة، أي قبل الحقب الأركية، حيث كانت تضاريس الكوكب ما تزال تتشكل والحياة تتفاعل لتتكون بنشاط. هذا الجزء من الصدع العملاق تشكل نتيجة لانكسار الدرع البلوري الأوكراني، حيث انفجرت الحمم الساخنة تحت تأثير الضغط العالي إلى السطح. انحسرت المياه التي غمرت كل هذا الجرانيت، ويفترض العلماء أن القرية بأكملها كانت مغمورة بالمياه. إذا توجهنا نحو القرية من جاكوفا أو من مونتييفكا، سنرى أن القرية تقع في عمق صدع كبير يشبه قاع نهر قديم، وربما كان مستوى المياه أعلى بخمسين أو مئة متر، ولكنه كان بارتفاع عشرين إلى ثلاثين متر 100%. إذا نظرنا إلى تضاريس الوادي يمكننا أن نرى كيف شحذت تيارات المياه الصخورة، كما لو أنها سويت بالمبرد. رغم أن كلمة كانيون تعني بالإسبانية أنبوب، إلا أن وادي بوكسكي الصخري لا يتمتع بجدران مستديرة ملسى، بل يذكر بصدع جبلي منحن بسلاسة، ويشاهد من أعلى الجسر الجزء العلوي من الوادي، وهذه بدايته فقط.
بالكاد تمرر سخوط الجرانيت مياه نهر تيكيتش الجبلي، والتي تشكل في أضيق مكان شلالاً متدرجاً يبلغ ارتفاعه مترين فقط، إلا أنه قوي لدرجة أنه يستطيع تحريك الآلات بكل جدارة، ومنها مثلاً العجلة الخشبية للطاحونة التي استمرت بالعمل هنا منذ قرن ونصف. كان نهر تيكيتش حينها أكثر زخماً بخمس مرات، ومستوى المياه كان أعلى بمترين، وبالتالي تمكن التيار المائي القوي من تحريك العجلة الخشبية بسهولة. حرك تيكيتش قبل 90 عاماً توربينات أول محطة كهرومائية صغيرة في أوكرانيا. جزء من نظام ضخ المياه كان عبارة عن شلال اصطناعي تشكل على ارتفاع بعض عشرات الأمتار على مجرى النهر. لم يبق من محطة بوكي الكهرومائية سوى المبنى المهدم فقط والشلال الذي يدفع المياه. عملت ثلاثة توربينات في المبنى المركزي لمحطة الطاقة الكهرومائية القديمة، والتي كانت تنتج طاقة بقوة 2200 كيلو وات. كانت هذه الطاقة كافية لإضاءة أربع قرى. هكذا توهجت 5000 من مصابيح إليتش، وكان ذلك بمنزلة معجزة لدى الناس. ولكن بعد مرور 36 عاماً أغلقت محطة الطاقة الكهرومائية عندما لم تعد تلبي متطلبات العصر. وما يذكر اليوم بالماضي المأساوي لترويض تيكيتش هو البنى الشبه الشفافة فقط، تبدو كأنقاض قلعة قديمة ولكنها تنسجم بتناغم مع المنظر الجبلي. كانت الطبيعة سخية بالأشكال والألوان. يقول المرشدون المحليون أن الجيولوجيين أحصوا عشرات ألوان الجرانيت التي اقتلعت حتى عام 1972. من هذا الحجر تحديداً بنيت كنيسة سيفيفكا الشهيرة في أومن، لكن السكان المحليين لم يسمحوا بتدمير الجدران على الضفاف، فحصل الوادي الصخري على لقب المعلم الطبيعي في إقليم تشيركاسي. يمكن العثور في وادي بوكينسكي الصخري على الكوارتز الدخاني وقطع الرخام، لكنها ليست بأحجام كبيرة، كما يمكن العثور حتى على الميكا التي تنقشر على شكل رقائق. هكذا تبدو الصخور الخلابة في الجزء الأوسط من قلب الوادي، تخلق جدران الضفاف التي ترتفع فوق الماء حتى علو 25 متراً جواً مشبعاً بالغموض، وتبدو أعلى عند الغروب. لكن هذا لا يوقف المغامرين، حتى يجرؤ بعض المتحمسين عند قهرم المنحدرات الحادة على القفز منها والغوص في المياه التي لا يزيد عمقها عن 3 أمتار، رغم أن التيار آمن في المناطق السهلية فقط. بعد كيلومترين ونصف يتحرر تيكيتش من قيود المنحدرات الجرانيتية فيجري مسرعاً نحو الجنوب. سيقطع 200 كيلومتر عبر واديه النهري الغني الوعر ليعود ويغسل الحقول والمروج التقليدية لهذه المنطقة التي تكشف مساحاتها عجائب الطبيعة الأخرى. الخيول الرشيقة التي ترعى فجراً بخصلات شعرها المتراقصة مع الريح ترسم لوحة بديعة. تميز هذا المخلوق البالغ الذكاء بأناقة علاقته بالإنسان وتفنيه المميز وجاهزيته للحضور من النداء الأول. في هذا سر الإنجازات الرياضية، عندما يصبح الفارس والحصان كياناً واحداً، عندها سيتمكنان من صعود أعلى القمم. لكن قبل ذلك يجب قطع مراحل هامة في تربية الخيول الرياضية، ومن المعروف أن الإمكانات تعود للنسل العريق، وسلالة وستفاليا أثبتت جدارتها عبر الزمن. توجد في المزرعة الخيل المولدة وعددها أكثر من 60. حصل 95% منها على جوائز اتحاد وستفاليا، والمزرعة تراقب بدقة عملية تكاثر السلالة بمعدل لا يقل عن 40 أو 45 مهرا في السنة. تبقى المهرات المولودة على مدى الأشهر الستة أو الثمانية الأولى تحت رعاية أمهاتها حتى تظهر عليها علامات الاستقلالية. تفصل في البداية المهرات على شكل مجموعات، وفي عمر السنة تبدأ حياة الخيول البالغة في اسطبلات منفصلة. يجري تعويضها على السرج والتنظيف وتركيب الحدوات حتى تصبح ردة أفعالها هادئة جداً وطباعها جيدة وصبورة. في
انتهينا من مرحلة تنظيف الحصان، يمكن البدء بسرجه. نلبسه الجوارب الواقية على الأرجل الأمامية والخلفية لحماية المفاصل والأوتار. Для чего одеваются нагавки или есть бинты? Они способствуют тому, что есть защита для ног, суставов и сухожилий. أثناء التدريب يمكن أن يتعثر الحصان فيضرب ساقه بالحاجز عند تنفيذه قفزة فاشلة. الضمادات الخاصة تحمي الحصان من الإصابات المحتملة، كما تسهل اللبادة مع الوسادة حياته، وهي شيء يشبه ممتص الصدمات، وتوضع تحت السرج. حتى لا ينزلق السرج يثبت بحزام يربط من كلا الجانبين، ما يمنع انزلاق وانحراف السرج عن ظهر الحصان. ترويض الحصان والتحكم به ليس من المهام السهلة، يجب في البداية النجاح في التعامل مع اللجام. وفي هذه العملية المعقدة لا توجد أمور بسيطة، يجب أن تتعلم التحكم بالكثير من الأحزمة والمشابك وحلقات الوصل وتكييف الشكيمة المعدنية في فم الحصان. يثبت كل شيء ويشبك كل حزام وجزء من اللجام بحيث لا يحتك ولا يعلق ولا ينحل أو ينفك أثناء التدريب. يتوجه الحصان البالغ 5 سنوات والمجهز بالكامل والجاهز للتدريب إلى الميدان. هو لا يزال فتياً ونشيطاً ويظهر ميلاً واضحاً لقفز الحواجز، ولقد قام بقفزاته الأولى في السباقات المهمة، ويجب عليه أن يخوض الآن تدريباً عادياً. لكنه لن يقوم اليوم بأية قفزات، بل سيشحذ هذه المرة مع فارسه دقائق التحكم. قطن الإسطبلات المحلية هم من نخبة الخيول الرياضية، لقد أثبتت التجربة تفوق سلالة ويستفاليا، ولكن قبل ذلك يجب أن يمر الحصان بمسار صعب من التدريب المكثف اليومي. فوفقاً لمعايير قفز الحواجز سيكتسب القوة الكاملة في سن 7 سنوات فقط. يستغرق التدريب عادة قرابة 40 دقيقة، بدءاً من السير البطيء ليسخن تدريجياً، وبعد بضعة لفات يسارع الوتيرة. يتحرك الحصان في الطبيعة باستمرار، وإذا بقي لفترة طويلة بلا حركة سيواجه مشكلات في الأطراف وقد تتورم، لذا يحصل على يوم واحد فقط للراحة. تتميز خيول ويستفاليا بخصائصها الفريدة، من مثل تقنية القفزة والمشية الجميلة والطبع المتوازن الذي يعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للمتسابق وللحصان، رغم أن طبعه المزاجي يبقى حاضراً. يجب على الفارس أن يراعي طبع الحصان ويفهمه. قد يحدث أن لا يجد الحصان والفارس لغة مشتركة ولا يحدث انسجام بينهما، فهناك من هو أقوى وهناك الأضعف، وهناك من لديه يد قوية ومن لديه يد لينة. يتبدل الفارس فيتصرف الحصان بطريقة مختلفة تماما. يحدث هذا بالطبع، فهناك من يحب الهادئين وهناك المجتهد النشيط والشرس الذي يبدو جيدا في البداية. غالباً ما يمتلئ المجمع الرياضي بعشاق هذه الرياضة. يأتي في أيام السباقات إلى هنا أكثر من 100 متسابق من مختلف أنحاء أوكرانيا والعالم، ويشارك الفريق المحلي فيها أيضاً. فسلالة خيول جاشكا بغض النظر عن النسب والشعارات تبدي إرادة الفوز وإخلاصها للإنسان. سافروا معنا واكتشفوا أوكرانيا المجهولة.